السلام عليكم، شكرا فيديو جديد. اذا كنا مواصفات وسعر هاتف بوكو اكس 5 برو، مش في الهاتف ده مواصفات تسجيل وجه فيديو، شاركوا في القناة دونك مشتركين لازم تقدروا تعطيو خمس حبيت ابوني. ما نبداو بشكل الهاتف هذا اليوم او الشكل تاعو. يجيب الوان واحدة اخرى منها اللون الاصفر هذا في اللون الاسود، وجي هذيك تاع الكاميرا تفقع النسخ تكون بالاسود. شنو في النسخة اللي تجي بلاك كيما هذي ما تبانش فيها بزاف، الاخرين نسخ الاخرين تبان فيهم. او الشكل تاعو كيف يجي. نبداو بمواصفات الهاتف هذايا. الهاتف هذا يجي بشاشة امولاد 120 هرتز، حجم تاعو 67 انش، يجيب طبقة حماية من غوريلا جلاس اللي هي غوريلا جلاس 5، يجي بروسيسور سناب دراجون 778 جي يدعم 5 جي، ويجيب جي بي يو ادرينو 642 ال. نسخ الرام ستوكاج جيب نسخة 128 جيجا 6 رام، نسخة 256 جيجا 8 رام. كاميرا جيب كاميرا سي 108 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، يصور فيديو حتى 4K 30 فريم، يصور كاميرا سيلفي جي 16 ميجا بكسل، تصور حتى الفيديو 1080p 60 فريم. يجيب سماعات ستيريو، باتري تاعو تجيب 5000 ملي امبير، سريع 67 واط، شارجي لك 100% في 45 دقيقة، ويجي يدعم شحن عكسي 5 واط. بالنسبة لسعر هاتف هذا حاليا شحال تلقاو يدير؟ بالنسبة لسعر هاتف هذا حاليا تلقاو النسخة تاع 6 رام 128 جيجا اللي هي أرخص نسخة، تلقاوها بين متوسط السعر تاعها 5 ملايين و700. وبالنسبة للنسخة اللي تلقاو متوفرة بزاف اللي هي نسخة 8 رام 256 جيجا، اللي تلقاو السعر تاعها بين 6 ملايين و600 حتى 6 ملايين و900. وهذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ودفتكم به. ما تنسوا ديروا فيديو وشاركوا في القناه وشاركين لاصحابكم، خلصوا لي ابوني. نلقاو ديجا ان شاء الله، والسلام عليكم.